ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله: ولا أشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولو كان من الصالحين، ولا يشهدون لأحد بالنار ولو كان من الكافرين، يعني أحد معين، أحد معين، شخص معين، تقول هذا قطعاً إنه من أهل الجنة أو هذا قطعاً إنه من أهل النار، هذا لا يجوز إلا لمن أطلعه الله على الغيب، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله على شيء، ليس أطلعه على الغيب كله لكن على شيء من المغيبات، ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لأناس بالجنة، نحن نشهد أنهم من أهل الجنة، كالعشرة المبشرين بالجنة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الأربعة، وطلحة والزبير، وسعد وسعيد، عبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة، عامر بن الجراح، هؤلاء شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ثابت بن زيد بن شماس، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهؤلاء نشهد لهم لأن الرسول شهد لهم بأعيانهم، يقول فلان بالجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، طلحة، الزبير، كل هؤلاء في الجنة، لأن الرسول أخبر أنهم في الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإن كان هذا من الغيب لكن الله أطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يطلع الله الرسل على شيء من المغيبات لأجل مصلحة البشر، وكذلك النار ولو كان كافرا أو فاسقا فإننا لا نشهد له بالنار لأننا لا ندري عن خاتمته، لا نشهد لأحد بالجنة وإن كان من الصالحين لأن ما ندري عن خاتمته ماذا يختم له، ولا نشهد لأحد بالنار ولو كان كافرا لأن لا ندري ماذا يختم له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار فيدخله، هذا الخاتمة، يعني هذا الخواتيم، والخواتيم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فنحن لا نشهد للمعين، أما العموم نحن نشهد على الكفار أنهم في النار عموما من غير تعيين فلان أو فلان، نقول الكافرون في النار والمؤمنون في الجنة على العموم، أعدت للمتقين الجنة وقال في النار أعدت للكافرين، فلا شك أن الكفار أنهم في النار من غير تعيين أشخاص إلا بشهادة، ولا شك أن المؤمنين في الجنة من غير تعيين أشخاص إلا بشهادة ممن لا ينطق عن الهوى. نعم. ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من التأدب، هذا من التأدب مع الله سبحانه وتعالى، فنحن لا نشهد إلا بدليل للمعين، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسنين أنهم من أهل الجنة ونخاف على المسيئين أنهم من أهل النار، مع أننا لا نجزم. نعم.